وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. ولد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. فيه الرحمة والغفران. ولد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أخوتي في العقيدة، والرمضان وحنا فيليا ووقت ملادات كدالي، لكن وحيس كدالي يعني إن كلمات كوبا إن شاء الله تعالى درس كم خصوصا كوبا درس كم وحي نكاقه لأن الطاقات المهدرة أودها اللي نسيه سبحانه وتعالى أين ضيعني أما سأين ناديك سنين. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كبحكة الماما، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلهي وحن معايد كق الله ضيستي وحو براريه سردية برواقي دي هدات رسان بألا لي سبحانه وتعالى مكو بك رسان لمعوين كالله سبحانه وتعالى ماها واحترال وكو بك ريو. لكن وحي سويدين تلو حويان انتين نمعوين كاسي كفا ايدي سنة اما سيأديك سنة دنك استول لغا ايقابا نولاشا وحد مودا ان انن هلكي لوبا هناك قارين اما سيأنن كو قرع سنة. مثلا ورمضان دادكو انت بدن قرآن اخرس اي عباده اي الصلاة اي تصبيحات اي الدعاء اي كتيرا مركا انو ملع سنة ان ير تاريخ ذي dadkii muslimiinta hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa, dhul kale dad ku noolaa, iyo kanaynu inagu deganayaan deganayn. Markaad aragta awooddooda, juhdiga, tamartay bixinayeen, waxay yaqaaneen, waxay qaybsanaayeen, marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana, maanta waxaan ku dhuftay kutub rijaal ama taraajumka ayaan xafida alqur'aan ku qoray dabeetana waan gala. Waxaan eegay bal culimmadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanayo uun waxay qur'aan hayeen. Maan arag nin caalimo iga soo horbaxay ilaa iyo qur'aan iyo intaasoo kitaab oo kale u qaybsanayn qur'aan qura. Innagu keenna qur'aanka qayba ayaa maashaa allahu taagantay. Kaasaynu ma jiirannaa farta ku tilmaamna waxa la yidhaahdaa intaasoo xaafid baan leenahay ma hebel waa xaafid. لكن مركا انه سالف كاني اخرنا تاريخ دو دي تراجم تو ده واحد مو داد دات كوكب كلام دول كلا دقنا اني انه اركينه وكانما مركا الولاد وبخاري انتهى صوب بقول وكون حديث بو قيف سنه وامام احمد هل مليون حديث بو هي واوزاعيو انتهى صوب بقول كون حديث نول بمركا الولاد بقول كون حديث ومع سنه كي سوطا يا وحور دمان كتاب كو قرينا وكرك كوتي بل أي صبع فريسة جرين سيدين القرآن كصبع وقف فريسة نبي حديث الصبع وقف فريسة جرين دابا تنا انت نن عالم انك لو يما دابو كدو الاخري جرين وحو محفوظات كي سودان انت كدو الاخري يو ايه اللي سلسي حجرون لك ليه جرين انك محا طاقة ني اوود ني حقيقة بحضة درس كان مركا مانتا انسكود ديان نخريا وحويا وحان ربا من ذاركا اما
ان محل دا ميكروسكوب وحن نولاشا وحين كو ايغينو انينو تشينج كارينو مرايدينو خيرناي اد قلفسن مرايدها قلفسن وحي سورته غلين كاري واين ان نولاشي حقيقه هاي درغنو تاسا وحي كانتي ماركاسي ان طاقات كانيا اودين يو دما اي عطلانتو او وحبا اينو غران كاري وينو تاسا وحي كانتي ان مالينبا مالينو ديبتو شقه ولو اينو قبان كرنبا اينو سرن بري sanadka dambe marka soo firaaqowdo bal hadhow baad waqti u dayday doonta noloshana mar la firaaqo baba ma jiro waxaan rabaa markaas maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladan idinka jibinaya yaani waxaan rumaysnaa in silsiladan ugu xidhan yihiin awood iyo taaqad ay Allaah ilaahay subhana wa ta'ala in silsiladan ugu xidhan yihiin way sheegay nolosha ay u baahan tahay mal ma kamida waxan galay netka dabeytana waxan galay labadan website ee xufaadul wahyeenka laba website oo quraanka iyo xadiiska lagu qaybo kadiba waxan arkay eelan yar oo meel ka laalaado oo sheegaya ma rabta quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasan sidi waa gariib war mala 30 maalmood quraanka ay taqaanay 30 maalmood lagu ma qaybo 30 kii maalmood meesha ku qorayd baan galay والرساله ما كتاب من قري او لخدن يا سدح بيج لخدن يا سدح ذا بيج رنتي هداد اخردان نولشاده وح بدن با اسك بدليا وحو حسابيه وتلمام يا وليه وح كاستو نولش هدف كاستو انو باهن انو حقيجنا لبا شي قرو باهن يا بولي مدي والهمه والعزيمه والمصابره مدي وهن سره او غان ادق وتا hanku waa qofku inuu han weynaado hadaad han yar tahay waxa weeyaan waa ciqaal shidaadkii la lahaa maxay cul horti jabayay cul horti baad jabaysa hadaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaa jabaysa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo azimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaas waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa al-maqdira awood iyo istitaaca inay jirto awood inay jirto awoodina way ka buuxday waa lagu tusi waay Soomaalidu waxay dhahdaan geelaba aakhira xoogiisa la tusaabay dhahde adduunka ilma yar baad deenifka geela weyn hoggaamiya marka aakhurun bu xoogiisa arkaabay dhahdaan waxaan ka baqayaa inteena badanay inaynu ku dhacno aakhirawn inaynu aragno awood iyo nimcad iyo xoog Alle ina sii subhana wa ta'ala ina adduunka arkeer weyn كسدحاتنا وحكوت المامي أين يتهي إن لهلو الصحبة الصح صالح المشجعة إن لهلو الدد في عن وآد قرقار ستور راعدد وآن مثبتين هين آن دد بلك كوكونا بيا هين دد كوركو قاضي وكوركو سي وضيا وحل غيابا ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامي ها إن قران قصدن معلومات ساد او قيبيسا اني مساله رياء تاي وحو سميه عمليه حسابه حسابته هو وحيابه او كونكريت سنه بنادم كا لو قنعيو عمليه حسابه بو سميه وحو كتلمامي بيج قرانه امسات كو قيبي كرتا بيج قرانه aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraanka imisaad ku akhriyaa nus saac oo kugu badan ninka gaabiya nus saac ku akhriya rag carabka fudud inana rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassit kuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddana idaa jiska nus saacad ku akhriya jiska quraanka way imisa beej marka aanu qaadano tabacadatan Uthman Taaha oo qoray yani mushaf kan aanu akhriyna nimba gacantiisa ku qoray madbacad iyo waxa maaha nimba gacantiisa ku qoray Uthman Taaha kitab kan uu qoray wuxuu sameeyay qaab ah 15 sadar bayt kastaaba inuu ka kooban yahay aayad inuu ka bilaabo aayadna uu ku dhamaado jis waliba 20 bayt inuu yahay marka laga reebo jiska koowaad ee faatixad iyo intan la qurxiyay kaasi waa koob iyo 20 bayt marka laga tagaysana jiska ugu dambeeya
ee jisca ma ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 bayt ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 bayt jis kastaaba sadaradeed mushafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 bayt haddaynu dhahna 20 bayt ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac baytkii misaad ku akhriday marka 23 daqiiqadood qaybi waa daqiiqad iyo badh saxan kama baytka waxaad akhri kartaa daqiiqad iyo badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya baytkii wuxuu akhri karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhri karaa sadar imisaad ku xifdi kartaa marka aad imisa jeer ku celiso hal sadar mesela qul huwa allah مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إم السجور مرك هذا خرابات غيبس يعني مصحف كامر كان يقول قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أنت عصا صدر إلا لم يلد إم ساتكو غيبس مرك هذا إم السجور آخر ده مر لبا صدح أفر شن لح تدوا سيد إم ساتكو غيب كريس هدي أنا ده مثلا شن جير باد كو غيبي كرتا هدان دها صدر كا ماركا اد اخريدو شن يي 10 كا صدر امساد كو اخريسا ماركا يعني صدر كيبا واحد كو اخريسا مينيت يي بارد سوما بيج كي مينيت يي بارد باد كو اخريسا مينيت يي بارد هداد كو اخريسا بيج كا 20 جير ان اد اخريدا ما هي كان سانيس ونص ساعي بيج كا 20 جير ان اد اخريدا وا ما هي ونص ساعي wuxuu leeyahay amaliyada xisaabiga ninkani sadarka hadaan ku idhaahdo buu dhii shan jeer akhri oo si fiican u akhri saddex jeerna muhaawale sideed jeer baad ku qaybi kartaa hadaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan 12 daqiiqadood baa beejka lagu qaybaa laakiin waa 12 daqiiqadood oo tarkiis leedahay bay idhaahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan haddii beejkii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan wali la socdaa inamada dheereynaya lama socdo beejka haddaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo shan nus saac akhri quraanka shanta salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa waa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto lixdan loo qaybiyo waa imisa waa shan beej dadmin saacad kasta shan beej baad qaybi kartaa haddaad shan intaa ku dhufato 22 bayt iyo badh macnaheedu wax weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 bayt labada bayt iyo badh ka tuur 22 bayt waa hal jis nidaamkiisa uu xisaabiyay haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybisaa wax weeyaan 72 maalmood taa macnaheedu wax weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxaana iska xisaabaad aad sheeg sheegtay sheekhe practicalka laguma hayo practicalka haddii asbaabo la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaamu zuhri quraanka markuu baranayay 18 ku qaybay yaani sida bale hisham alkalbi waxa la yiraahdaa saddex asho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin ragaas waa ragii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadan khaariq ah inaan hadda jooga hadaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fi anfusikum afala tubsirun wa 'allama aadama alasmaa kullaha aadam magac oo dhan baa ilaahay baray subxaana wa ta'ala aadam aqligiisu wuxuu qaaday wax cajzi galiyay malaa'igta aadam aqligiisu waxa uu qaaday maxay sa quraanku tilmaamayo wax cajzi galiyay malaa'igta baa aadam aqligiisu qaaday si kale hadaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay hadii aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa culhortii jabayay taasi haddii taa la reebo waxay leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira bal aan bacdi tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena
أي واحد تري واحد يقو قاضتي آل عمران يا البغرين أن قيبات تضبص النذوط كدي بايا بالرمضان شني تبان كدي بان نك يوحي لبيت ريوان اعتكاف تجي يا وحن قبنا يا بيت الله الحرام ك أفر عرورة روان هستابيت ريوان وروري مركة ما الآن رير كي يقول دقني نوان دقني دبيت أنا محاض قبنا دون تعشان يتبان كعشر رمضان كي ألاقي مقيي يعني سويدية بيلاد أنا قا آدم مهموم بيت ري آدم ورير سنبان إنترنت كقالي وحن هلا بيت ري وابسط كان أكاديمية حفاظ الوحيين والشيخ علي الربيع الشيخ علي بن سعيد الربيعي ويب سايت كيس وويب سايت دتك قرآن كغيبة أي قلان أيان قلي بيت ري دبيتنا الشيخ ويب سايت كيس مكان أجاجي أيام حنا الرخيبة إلى ضحي قلا ماشي كو قرطي سدح عشو أيام بقرية آل عمران كو غيبنا أنا تضبص أن ضد بيجو صقعة تبي ترى البغرية آل عمران إن غيبه وحرك بيجي ترى دمر له صدح مع الموت بان كو غيبنا البغرية آل عمران دبي تنا وحنا سير بيجي ترى ما بالقول هذا وح وحكي بدلي ما نجش ويب سايت كان سريتستر قريب بيجي ترى وحنا لو حربا إن الممبر كان نقضه دبي تنا وحى قشي دورات وبحية شيخه والله يداه ده دورات تغيير العقل بوبحية دورات كيس دورات كمان بدلك أي قشي كدي أيام بلابي بيتري منبه ما ساعد يربان هل كان دكتي بلين بيج كتبان كان دقيقة لبي طبعا كان يوحى للشقي رم كوقي بكره وأنت شابي بيتري طبعا دقيقة دوت بن بيج كوات كوقي بقى دبي تنا مال أنت كوات بن فارس تي بيتري صبحي أيام فريستي غور برقاء إلا يلبدي يبركي دهرنمو إن يربان شيسي كدي بان عصر فريستي إلا عشيه مالتي كود بان استيشابي وسدح جسبان قيبة بيلا دي وهل مالنا أيام استيشابي بيتر وسدح جسبان قيبة لحما المدمر كان مري بيتر لحية بان جسبان قيب سنة لحما المدمر كان مري لحية بان جسبان قيب سنة وحن قاد سيئي بيتري إنن سدّ دقيقة دود بيج كه قايبه وان كبد يوم مركي دمشان دقيقة دود من بيج كستكو قايبي شري كبرد تن ملا عقلية دا عقلية نكوينا أنا هراي سكر ضاف ومعاصم هواني كلا الله يداه يدو حلا داي أنا جو حن سمي مثال الله يداه الاعتكاف بالقرآن بس سمي بيتنا لبعتن مال مود ما نم قرآن قايبه غريبة لبعتن مال مود ما قرآن قايبه بيلاد وليبا بايلادي ما نهين قف دمر وعد لكوكتي أفر عرهورة يا بهود يا قريقا يا رير كان وان مامولو يوان ودي بايلادي هبان كما مغرين ساسي درادت با وحي شاقان سايلي هذي دورات كشيخة سبحية بيتري علي الربيع علي بن الصعيد دورات كسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مر كان دقيستي أيام بلا بيتري مسا ما لنتي هررت اللح صفحاتات بان قيبا بيتري وان وديو مركي دنبه وحن غاري بيترينان 12 صفحات قيبي كرو مالمه يو دنبه وحن غاري بيترينان 10 صفحات قيبو مالنت ان ختيبينا 27 صفحات بان قيبو 27 صفحات دايمس صفحات دي هدين ريتشسكو ولا 20 صفحات دي مسو نقنيا سدح جيسيه بعد يا ديراد وليبا 27 صفحات بان مالنت يو دنبه سي قيبو بيلاد لكن مسي كو فديده وهلا دا 24 كيغا ساعات 8 الى 10 ساعات بان حفظي وفديه سيدات إلا 10 ساعات أيان حفظي وفردي أي كنت المامي ساهبين كينا لبا ساعات بان سيحن شري مالنتينا لبا ساعات يبرد بان هبين كينا سيحن شري مالنتينا إسناب يرون بان قادن شري إن يرون بان إندا قدود سن شري كدبنا وكاك عي شري وهي برش كتبا يسوقي يبا إلا دينا عندما هي وحلقي يابا إنا مسائلك كان كيا بنتهين لكن وحي دهدان حديث سبب طلق قرطبي دهدان بطل العجب وحوى لبا مركا هات سبب طلق قرارين وحوين بكلويات كي ديورد عركا مرشا مركا دارك توور بلده تنمحا هاي بات سويدين لكن هدي الغوردك دقسي وحد دولان يساد وادو حا ها واري لا وحن بالي سوقي قي يباد لده واسكا كعان وكل فض ظانسا يعني قفك بنا آدم كي مركا ومصبب تاقون وحوى لبا غريب بيلينا وحدا قوين بيلينا لكن هذه الغو سبب ايو لغو ريسان غريا و لغو شيغو و خوي فدودادان الهي وحينا سي سبحانه وتعالى مسكح مسكح داني اد باو يرتي جيركينا ماركا لغو ميزامه بيدادان و 2.5% وزنك جيرك هاي دادان و
كن صدح بقول يصدن غرام ما لها سبك تلماما اسكو علي علنت كيلو يو حوغا ير ويا مسكحدك كو جيرتا هاوين كان بايدا دان رغو 40 غرام بو كوي يعني اسكو علي علين يعني 40 غرام بك كم ميزان يري مسكحدا سي وحا استعمال شباب لي دهدا شدكو واحد اكسجين نفسته اوردن ديبو جيدو ربع كميده كليت با عنتا الله لي واحد اكسجين عبته ربع كميده مسكحدا صاع عبته مسكحدا وحا كو جيرا بلايين اونوغيا مسكحدا اينو جيرتا waxay dhaadaan 22 decimeter decimeter kama taqaan centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabaa yani square 22 decimeter intu leegi somewhat meelahan buu leekanaya wa wax aad u yar centimeter oo decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini'aadamka ka midibay dhaadaan waxa ay qaadi karta لباتن وحي قاد كرتا بيدها لباتن مليون او فوليوم اما بوك انت كو قرب قاد كرتا ما هو ملين سين اود انت لا قاد ودته والله يلا لباتن ديسيمتر ان كم دو مسخده سيده تكمدي وحي قاد كرتا بيلين لباتن مليون او مجلد او متوسط الحجم يا وحي قلت المامان مثلا احد العلماء وبروفيسور كلادا ماك روزيزن وكم من علماء مسكحده دراسيسه جامعه كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذب و خليه هي هدي بو يري مسكحده بني ادمك مالين كستا 10 معلومات في الثانيه لو شيغه بولي سكند كستا 10 شيء هدي لو شيغه بولي سكند كو البرغسي هلك منيت با 6 سكند سكن كاستا ام ثانيه كاستا او كميدا نولشه قفكه هدي لو شيغه بوليه 10 شي 10 معلومه لو شيغه مده 6 سنادود لو غودو هبين اي مالنتونا ان لا كلا جوجين واحد قياستا سكن كاستا 10 با لو شيغيا شي 6 سنادود بانا لو غوديا هبين اي مالن بنا وا لو اخرينيا وحليه معلومات كاسي مسكحد بني ادم كم بوخينيان واحد على مليون من حجم العقل بوليه واحد على مليون من حجم العقل سيد الدرادد باي وحي كتل مامان انسانكو مسكحده كجرتا اود الاسيه ما با استعماله بيلين 10% مو يعني بولكي طبعا ايوك استعماله بيلين waxa lagu tilmaamaa qoladan computerska waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay dhahdaan maskaxda binaadamku 400 milyan amaliye xisaabay fi daqiiqo samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda binaadamku 30 bilyoon macluuma ay fi thaniya mu'alaja ku samayn kartaa any computer dunida yalla saamu ma qabto waxaa lagu tilmaamaa maskaxda bini'aadamka iyo xididada unugyadaadu leeyeen 600 mil cable iyo wire la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyeen iyada xididadeeda dhaakiraduna waxay ku xidantay bay leeyeen inta xidid ay sameeyaan waxay ku tilmaamaan ahadu culimada baa wuxuu leeyahay hadii buu yiri dunida waxa TV iyo telefishion iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyey dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yiri aqal ee binaadamka kala loo ekeysiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buulaya binaadamka maskaxdiisa yaani all telephone dunida yaala waxa allaaliye waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saarna intay process gareen karta ka badan sida daraadeed ayo ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaal lahayn buuri xasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhadhow haddaynu isnaana sameeyaa waxa dhici lahayd buuri inaanu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 777 meter square ku yaala bulay yani binaadamku keebladiisa wixii saado isku xidhiidha computer astrado maskaxda yar adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wuxuu eeg wax qaban kara in la sameeyaa waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 777 meter square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xasuub leeg buu leeyahay
برمجدي سيم سال الصمين كرابوم اللي يتايد الرهبة يعني برنامج اسكو كشقين لها أنت اللي قص الصمين كرايو يد الرهبة وحماشي يلا وحية هي طاقة إنه قشرتا أنت أيلك تهي إيوه وحي نكو استعمال لا يأذو كلاير إذا نجوا حين شقق كذا أن الطاقة أنت هلق ما أود أنت هلق إنه عطل له وأنا وحبا قبرن وحبا شلا أنت وامحي قفك بين آدم كا قعنت هذا مثلا هذا هل كاردكتو قعنت هذا دق دقائق بكو شقيسة هذا هل كاردكتو ثمان دقائق هذا كو هيسو مركز دمو كدالس والله قعنت بوي كبوبيات هذيل غدا ساعة كو هاي إن القاضي بكري وإذا بلغ يا بايا هدوك دم غطه وهي شقادة ترت عضو كستوب بن آدم كم دولا شقتي روا نوعك عضو هذيل لا شقتي روا هول قبة كدعه هول قبة سوق دعية مثلا مثال بسيط أنا دسي أنا جاي كدعي بربراني كو كسع أنا يا قاعد فوشم من الغل مي كعمة كشباي دبتنا بهلا ده يري يري الله فها قاعد تكو شراي بروي ميت كم دا شفتي الله يركب إلى هلك الله يحري شني أفرتنا عشان مركي كوحد نيد بالله يغفري جبوت الله يغفري ديتنا وحل دوالي واكو شبانت دي بهدنا الله يركبها يربان لتقي تضباطاً والمود مركي يقول ركب نيد بالله فري ديتنا وحيد هنولي واكو شبانت ما لفتي يري ولي ما يركب مين لكن قعنت يدي بهلك أدافي ويدي و 90 degrees وسيدي الله حري وبهشان عدل الله وحري أيه قعنتين شوكتها قعنتين هالقصة شوكتها ده تنوح يقول هذا النفط يرى شبته إسكي الله وهم خطر كلام قايسته قعنتن سيدا ينوك على بحين لهم بينو تشابين النفط رأسك شبناته حب الله يما قبته فيسيوثيرابي بالله يدري هالكارد ودونك يوم رقاصرة عدود اللي يقول ده والله يقع بعضيها صدق عشان ما ضا حق بالله يقطع والله يقع بعضيها ما كان قيل يعبر بالله يسيد ده يوسك كتجا سيدي هاي مالن بين يروك على بحيس وكلا بحيس مالن تدبر ده قام يسكون دريري لا بد يدق عمود ويسليجين ما كلا قامنا تيل لفتي كلا نواب يسك بوكسته انتي تن لقى عبادني محانو شيء ده يعني واحد وجه كذا قعنتي بين آدم كيش قدر تقارن سدة تنا هيدا وحبق بين هديل الحيرة وهي هول قبطة هديل الحيرة أصلا على قدر جواي هول قبطة مشكلة ده هنا هيستا واحد تي طاقة دي قال لي نسيه وديني أيه نحدنا مركزه واحد اللي نقدر دعية الله ينوش شيء هنا وحب الله قايب كره وحقايب كونه أدقية هاي إنبوجا وحلو قرطاير في عنتي كمبيوتر كيا وحنا اللي استعمالين في عنتي مسكح دوا كدم غانسة ده بتنا حد بينو قارن الصفحة يعني ده لها عن قايبنا هذا دخل ده بعد ما ضحكوا حنونه أدوار ارتقى هذه بكري ويدو لكن واحد بعنتي إن ير اللي هو التدريبيو إن ير gacanta ida inta la kala furo kale inuu kala furaabado baantay jirka bina aadamka ah waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaaleyaal waxaan ku bixinay kuwan wax ayaara waxaad aragteen kuwan wax ayaara nin waliba halku ayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa fardka ayaara qaar ka sare waa weeyin majuu waa wax dhuudhuuban sababtu waxa weeyaan qaar ka sare loo train gareeyaa kuwa kubada ciyaara mijaha waaweynada qaar ka sare waa wax dhuudhuuba mushaarka marka iska bixiyo waa feera yar yar laakiin agu waaweyn waa loo train gareey yaani qofka binaadam ka meesha la kobciya kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdi karto wax baran karto waa wax aad u fudud bukhari hadii la qali laha maskaxinteeda leeguma ku jirtay kama badnayn kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaa ayaa yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein Einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmal markii dambana mareykan noqday waa cilmiga fiisigiska nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weapon-kan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxa soo dhameeyay nadariyad fiisigis oo leeyahay ka soo burqadeen waxa ay yiraahdaan waa aqaligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimeysanayaan aqaliga deyntoodu bay qaaninay waxay yiraahdaan markay intoodu isku dardareen waa aqaligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo maray bay yiraahdeen sadaradeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeynana aasine balaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala
iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxan ninkan ku jira iyo gayru caadigaha. Waxay yidhaahdeen Einstein maxaa loogu tagaad umalaynaysa? Qof bini aadama caqligii baa loogu tagay bay yidhaahdeen. Wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin. Laakiin muxuu ku gadisnaa? Waxay yidhaahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiiyo u adeegsado. Idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad, Imaam Axmed wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyay inay maktabadiisa yihiin, Abu Zarca wuxuu rumaysnaa maktabadiisu wuxuu qaybay inay tahay, Shaafici saasuu rumaysnaa, a'imadii hore saasuu ninku cilmigiisa laabtiisu ku sitay. Kumaankumka kitaab aynu sheegayno, Imaam Tabari baa ardadiisa wuxuu leeyahay aan idiin yeedhi iyo tafsiir ee qorta, himmadaa yaraatay buu yidhi daymka waxbaa 3 majaladood buu yeedhiyey. Tafsiir 3 majaladood uu yeedhinaya, waxaanu leeyahay himmadaa yaraatay. Ma yaraantun baa lagu bilaabaa? Maya. Bacd alculamaa baa waxay qoreen kitaab la yidhaahdo Man xafida alqur'aana bacda alarbaciin buu nin qoray. 40 jir raggii dhaafaya qur'aanka qaybay. Oo maxaad qur'aan sheegaysaa? Azhar a'imadeedii nin ka mid ahaa 54 jir buu ku bilaabay wax qorista. Waa imaam alakbar lilazhar. Laakiin 54 suu magaalada isaga joogay markuu 40 jir marayay ayuu yidhi nin maad waxbaratid horta waqti badan baaba kaa lumaya. Waa bilaaba. Azhar buu soo galay. Dabeetana waa soo waday. Waa soo takharujay. Imaam al-Azhar isagoo ah buu dhintay 90 jir da'diisuna marayso. 94 sanadood meelahaasaan filayay inuu ku dhintay mise 90 magaalaha. Laakiin wuxuu dhintay isagoo Imaam al-Azhar ah. Yaani wuxuu aaminsanaa awood iyo taaqada ku jirtaa inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa. Idan waxa mushkiladda meesha taallaaba inu leenahay ma aha waxa mushkiladda meesha taalla waxay tahay kow innagoo jahli uu inagaga sugayay nafteenna ilaahay inuu ina leeyahy subxaana wa tacaala wafii anfusikum afalaa tubsiruun wafii anfusikum afalaa tubsiruun ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegay oo le wacallama aadama alasmaa'a kullaha aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray waxaa la baray aqoon malaa'iga ay ka caajistay oo samayn kari weyday hadda aadan inankiisu madadna tahay meel kale kamaad iman aadamka ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala asmaa oo dhan baa la baray inankiisii baa tahay taa macnaheedu waxa weeyaan inaad wax kastaba samayn karto masalada markaa meesha taalla waxa weeyaan jahliga aynu nafteenna jaahil ka nahay ayaa waxay keentay inaad arki weydo xoogga alle ku siiyey subxaana wa tacaala iyo awoodda aad haysato sida daraaddeed ayaa waxaa dhacday in aad waxba qaybi kari weydo ama inaad waxbaran kari weydo ama inaad xaafid noqon kari weydo nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahy almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allah min almu'min aldaciifi wa fi kulli khayr ixris calaa maa yanfacuk wastacin billahi wala tacjis وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحت المام يا مؤمن كحوغا إمام النووي وحو لي حوغا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوغا باك خير بدن بو نبي يقول مؤمن كضعيف كا لبدا بنا خير باكو تشرو دي إمام باكو تشرو نبي وحنا لا يحرص على ما ينفعك احرص او احرص لا بد ابو والله شيغا كد دال بل يدي وحكو انفعيا نبي محمد عليه الصلاه والسلام عين كاسبين لي وحاوين لي نبي عليه الصلاه والسلام واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز لا بد ابو والله شيغا الهي كالميسه سبحانه وتعالى يمر نبه عجسنين cajsiga ugu weyni waa adigoo awooddaada arki waaya in aadamkii walaalkii dilay waa kii awooddiisiiba arki waayey dabeetana walaalkii un tuurta iskaga sitay ee ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray maxay quraab tuka waxbara dabeetana wuxuu dhi acajastu an akuuna mitla hada alquraaba fawaariya sawata akhi war ma waxaan ka caajisay ma waxaan ka hoos maray tukahakan xoogga wuu qabaya jahliga hayay xooggiisii wuu qabayee tukahan in cilmiyi ku kordhiyey jahliga hayey tukahan silsiladii ku xidhnayd buu ka furay
وسلسلة عن ربعين إنه قلب تسكفر. يعني قف بن آدم وإلهي سبحانه وتعالى وأبو ريوم وحقيب كريم مجره بل إيه وحن تلمامنا لأنه نبغو عليه الصلاة والسلام دعوين كيس الصحيحين ككوية لا بل إيه أبواب توصم يستين باب التعوذ من الجبن باب كذا أي أبواب توصم يستين وحاكم ده صحيحين كي غير كي بكو سؤال وري دعاء النبي غير كم ده هاي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلهي كم قال له اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل بل وحي كم تهي أوراد يومي قال لك رب قف كستو مسلمين وأخريه شو بعك استمر كت صوت واستوى حتى لا دبل ولي إله وحن كام قال عجز عجز هو عدم القدرة هي كسل هنا ووحي هذا ودك وهسته إله هو ضر كام قال إيه وهس إيه تمر ضر وحين تلمامنا لنا مشكلة دينا وحي تاي هنكينا يا راضي سيدا أوجد أي وحي نكو قنعنا إن هوسي لا بمت قار كين وحابي كو قنعين قرآن كان إينا لغيب كارين كو قولا دينا قرآن كغيبتين وحل غيبا يعني بس هلكا كو قنعين هلكا دين لقاري هلكي يوسى الرئيسين لشوغو لكن waxa leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bina aadam bal eh inaga ka fursad badan markay furuska tahay furuska bukhari wuxuu lugaynayay inta bukhari ka soo lugayay ila masar ila iraq ila sham ila iyo hijaz ayu maalima dhan u socday cimrigiisa lugbu ku dhameeyay sidoo waday isaga ururinayay laakiin adiga waxa laga yaabaa kili computer ka taabata inay ka xigta ama kitaab aad maktabada ka qaadata inay ka xigta wuxuu bukhari inta la lugaynayay furaskii adiga haysta laakiin waxa yaala waxa weeyaan hankaaga yar hankaynu niyadeynu hayno iyo hankaynu hayno iyo waxaynu isleenay xaqiiqiba yar marka horeba meel fog baanad kaba fikireynin qofka binaadam kan haddu hankiisu yar yahay waxa ma aha عصرك كان مسابقات بقى لقبتها سننك كم ذا رياض صالحين بقى مسابقة الله غبطي إن المسلمات والمصريات اللي أبقى مع الموت بيكو غيبت التعجبون ورياض صالحين ولا بكونوا حديث ما لم بكونوا بيسك طورت لا بدي يكون حديث اللي أبقى مع الموت بيكو غيبت من السعيد قبل دان ليدا دي معروف كاوا قبل حفظي كو معروفة بلوغ المرام تدبس عدود بيكو غيبت بلوغ المرام مسوما تغانين كتاب قاعد يقتنى بلوغ المرام كلا يدها تتم الصعدات بكو غيبت من الصعيد وحي قيب سنت إلهي كتاب كيس السحيحين ك بل وحي قيب سنت الأمهات الأربع العشرة وهويني أفرية تبنك كتاب سونا كوجوا وين بكرك كهيسا ها تتك هذا النور الشيخ محمد حسن ولد دودو شنقيط يا شيخ غنا وشيخ كنت تشرقاري مكو أفرتك داف أربعين فن بحفظ سيني waxa laga yaabaa maktabadaada inta kitaab taaliya inta qalbigiisa ku jira inuu kiisagu bato waana qof bini aadam aan afarta kaba gaadhay ama imka afarta ka tallaabaya waa han waxa kane culamaa shanaaqita shanqiit markaa tagto qof aan wuxuu yaqaan qaybsanayniba ma joogo shanaaqidadu ma bini aadam ka gaara bini aadam ka kala maya waa niman afrikaana oo inoo eeg oo reer miyiga oo geel haysta iyo inta aynu haysano oo nolosha intaynu kaga noolayn ka sii liida taba kaga nool laakiin waa wada xifdisanye nin kastoo sheekh lagu sheegaa ninkuba maxamed xasan wala dudda gooba wuxuu leeyahay afartan fanni ninkan wax ka aqoon de sheekh lama yidhaahda buu yidhi afartan fanni ninkan wax ka aqoon qofku wuxuu yaqaan uu qaybsan yahay waa wax fudud wax weyn ma inaan Soomaaliyeed oo Ingiriiska jooga Ingiriisku ka yimid meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yidhi markaan salaad subax ka baxaan fadhiistaa ilaa todobada dhowr bilood buu ku qaybay Qur'aanka dabeetana wuxuu ku xigsiyay Alfiyat ibn Malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiyay Alfiyat Suyuti in yar buu ku qaybay wuxuu ka xigsiyay Shaatibiyada in yarbu wuxuu soo qaaday iska qaybay uu Sheekhim ka Urduniya oo khaliijka culimada ka sheekha kamid Ingiriisku ka yimi ragii rabshada badnaaya meelaha Ingiriiska joogay buu ha dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi Urdun laba sano meelahaas uu masaajid isku xiray
هذا هو حد أركتبه هو غيب شيء كتابك هتستدعي هذا بل كان شيخ شيخ سقو كركو كهية وهذا بلا بيساوم كتابك آخرنا هي ما أهب بشر عادي يدتك كاني يعني دتك كجديسن ماها هاوشاد هيسابو هيان شقاد القبطابي قبطان سادة سدح دمري قبان وابيين عرور بيو شقيان وحاد وضابي قبطان لكن حقيا وحسكوي دارسين وحين لاني وحا وحسكوي دارسين لابد ان شايبا وباهنين نفهمنو اني نهاني لانو عالي الهمة اناد نقطو قفك عالي الهمة وحلقويا قانين عزيمة لي انان حماس وحيسو هاي لبع شيء ما لين تضح ما صدقت وين ردبتنا لبع شيء نسوي رسالة دونات حاجة دبك تاب كتور تمايا ما ينو نقض قف عزيمة له فإذا عزمت فتوكل على الله بولاير مركات جو عن سطان إلهي سبحانه وتعالى تلا صارتا قف كعالي الهم جاوح الوية قال نوحه سكوا مقنعه وكو إمام ابن الجوزي لها هديب يقول النبي نمد الله ورنا لها فرسم الجوه ليا هي برشو إن أدوح النبي إنما كير رادس وكود غنيمة بولي يعني مال من مري إن أدوه كهاس مرت وكود غنيمة واد مري كرتاويا وحين أوبا هنها عالي الهمة وقف ربش قد وقبنا ينو حوك قبطه يا يحيى خذ الكتاب بقوة بإلهيه يحيى كتابك حوك قاضه أود استعمال وحي إلهي سبحانه وتعالى نوت الماما يا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نكددالة إذا أنت سوى آخرتها إلهي سبحانه وتعالى ووغم هدع لي وحل أن قفك عالي الهمة قاهي وقف وقتك بخيل كواه وهي اللبية طبعاً من إذا دي بيج قرآن اللقو قيبة يمس ساعدات بكالما محاد اللبية طبعاً كان كاقر دي وحوين وحيد هذا علماء النفس إنسان كبير هذا التعويض وحيد هذا استعماله وحي الله ما هنا مركو قبنك رواية بيدا مالك لو اسكو مشغولي سيو مالك لو غمو غنكرا الشيكة دا يم حالة يريدين اسكو مشغولين تبتنا حقا سينا كوضا موقن بسالة ما يشتا الله وحيد هذا عقل قبنا آدم والله بقيبوت قيبو حليد هذا العقل الواعي قيبنا وحي كشغانا العقل الباطن او الا شعوري العقل الواعي وحي كتل ماما وعقلك سوتشيدا وعقلك التحليليه وحن حواسته اياركته ايش هي دغته يا مقلك يا درينك يا وحا كان كورما فكره وحشيغه عقلنا وحا لا هو عقل الباطن عقل الباطن كو وحي دهدان وحجم اد وين سو عقل الواعي قنوا وحير بيد هذا لكن وحير به جامية بيد عقل الواعي قمر كوحود ما بيد هذا وناخذها دون توضا دون وين بوضا لكن سقوا ناخذير عقل الباطن كه وحل الجليا ملومان وحتسو باهن تين اتكدر دعسه شيء قمر عقل الباطن كه عقل الواعي كه كسره وكم فكره تاليه ورميه ورك شيغه لكن انت تسو جيدنا وسو جيدا مركه تردنا اسنا وسخده ومقي عقل الباطن هو سغ مسخده هبن يمالي بو سو جيدا وخي لو ديبره وا الهاليا عقل الباطن كا وحا وخ لوغو ديبا كعلعلين يا كدادعين التصديق والتكرار باو بدن بيد هذا ان لفهم سيو لغا دادعيو لغونا علعليو isagu bay raadeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa dabeeca iyo sajiya iyo caada iyo suluuk buu bedelaa yaani dhaqan buu bedelaa midalan waxa lagu sheegay xadiith nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato saxay kama xadiithkaas ay nahayna maalinta koowaad xadiithka lagu sheegay sheekhu kitabka dhigay aad ag fadhiday waad fahamtay xadiithki هذا هو مركز مقاهي التكتان الشاهد البطان ما تبدح نسكير قدام كسو شيخ خوي لك دايب مدك تقعد أتذكر دكتور مدك تقول هذا وين اللي بيبات الشيخ مدك تسكعبت سادة حفر شنطة عشاء هرا مرة بدح نسكير رقم مرة سمرنا مدك تقول مركز أحد مرة نسوم بدح صوني سادة كيسام كيسوني سوار شيء دام بنا لعبي مدك تقول هذا نس لكن مركز مدوة ضوء أوتوماتيك بيشو بدشة
كوب الله صور دقيا مدك تبات كغاد ولقى بيحل كغبر ميسي واتكبرت ويا واحد أنا عقل الباطن كي دكتي وما بهني دنا تفكر توتر هذا ما بيحل كغاد ما مدك تان كغاد فكرة لقى مرة بوا لقى مرة بينا ترى بيحل دي مدك تتابع قوان كغاد أنا جاي واتكفي قيسام والله ما حبار ده واحد هذا مثلا أسكرته أسكره هذا دور يسبى هذا أنا أذكرته ولا تشوشي هذا دقاقة ده بيحل كدقاقة يا ويا إذا الوترين قريه أسكره مركو يستأجو بدها بعد صعد كوك بلعب بشري هدي هذا أسكري تكتو يصير هالصعد بلاو بدهم برضه قاتشين أيه هلك خوف كلا جاي بمر إنه ميدك تقاده مر بده كل بتيوف ضاطين وقاده إذا عقل الباطن كوبيدا هو واحد لود يبو واحد لود يبانين لجوع العليا وما يكون حرنتي فاتحدا مية قفتان فاتحدا قار ما دخل ده أديو أن سوتش يدي ما دخل ده صلاة الحرة الله أكبر سيدات وود وديهم باب مسكح دوسكتك تاه فاتحدا ولا ضال أنتم ما تميروا ده سو ما شرتوا يا أخرين يين لا تقوات مغناي ده يعني عقل الواعي باب مغنا عقل جي سوتش يدي أيام مغنا لكن عقل الباطن بادو ديبتي مرة داد عقل الباطن كهو ديبتي ما ضيع عنده واسكوا ضيع سقو ولا ضال أنت تكون ميروا ضيون مركم برينا يي وحلمي ده حفظه مركا مرنا وحفظ اسك الصريع وانت يرى سرون انت دولك حادثي عقل الواعي هيا وصفحة دات كيف فكر يساو هاي دا يدك حكتات بعض دون يساو كلمة دات ايه يساو مسكعد وعبي حسابين يساو انت ولي عقل الواعي ما حفظك وحجرة لكن هذا دا في سوك كلاو ديبتو وما باحنا وما باحنا انت كيف فكرتي سيدا فاتح هذا الله اخريو اياد واخر يسا اذا وحن لين وحن وباحنا هاي إنا وقت جينا كفى إيدينه، واسكوب دينا إنا وقت جا كفى إيدي سطاد نقطة قف وحقبان كرية، بحنو باهني، إن إنه إلهي برينو طلا صارنا، قبرنا دلال اللي هي طبعاً جسم غيبت واحد تري مركان دريرية بمالن قيبة بواسوچودا ونوسوچودا إلهي كبر يا إلهي إنت أنا هذا كوديبة، ما إلا بابا يترين إنت أنا إلهي كوديبة بقى، واقيبة أم بيلا دمر كرنا بيوم هذا إلهي هذا كوديبة، نبي قنوا حين لي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء ذاتك وحو عاجز إيسان كإلهي بريدي سكا عاجزة ذاتك هساو عاجز إيسان بنبغة المامي عليه الصلاة والسلام إذا وحي نوبان وحك استعين وقبر إنه إنه إلهي سبحانه وتعالى وطلا صارنه وحي نوبان مثلا علم برشادي سوى تركيز كبير هذا عقلك مركا وحقيب أيه وحي هذا طبان دقيقة دودو تركيزة أي طبان ساعة دودو كل ما درب داوري سكفي عنه ولذلك بيد هذا أن أرضي حافظك وحقيبية وينو قيبة ميلو عقلك التركيزين كره وأنو وح مشغولية أرك كارينو سادة راد بدي علماء واحد أنا أنت أقول بدن لقيبس وح وفي عن صحورتي وحي كدم بي إلا صلاة الصبح إلا أنت عسي ويا وقت قابي ده إن جوي جنوة هادي ضوضاء يا قيلية بغتون مغلي ما يصير علاش شنو بيد هذا المبهل علاش هذا بحلا أنا وين كار وهي ذا دي قبائن تبدأ عبتوت مشغولة سه لكن مركم بيلين شو كنا وفدودي هاي علاش شنو مبوح ذا دي قبائن توقف بدل لمسك حدا قاضن سه قف كنا وتركيزين كرابي هذا إذن ووقت الحفظ بيكون المامي شرع على ما ذهره إنه يهاي وقت جا وفي عن وقفك وحفظي كره واحد كلا أوبا أنت هاي إمام حسن البصري بوح لها ورنفت بوده هذا ند حقكم مشغولين باطل كيكون مشغولين سه نلاش متشر وقت فراق ليه إمك بيشة نور طوان شقيني بيشة بيشة شقيني سنة قيب ويا نلاش وقت فراق أبا ماله مركز تهول نوع عون باكو حيستا سد ردد بوح ليه إمام حسن البصري ورنفتن هدانا دي يدا حقكم مشغولين بوليه يدا باطل ككو مشغولين سا أدو شغل بواي ميسي أدو شغل واي ميسي مر هدانا شغل وين أدو شغل كحدي شغل كأدرطين أتقبطه هنقول ميد أديك كاسو فلو أهمية كوكا له وبريورتس كوكا له كوكا له فك واحد كلا أوبا هنتي البيئة المثبطة إلى تكتكتو دت كان دت كعكس الجلية وحبا الله ما قبنا كرو وحبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحش على تفاؤلك تفاؤل كوا محي وين قفك خير كهدي قرش يجو وناجة إن وحلا قبنا كرو علماء النفس وحيد هذا وحيد هذان الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحيد هذا الشيء قال وحيد هذان رسالاتك إيجابية بوزيتيفك ونكسن إيوه ورجيسي هذا أمر دم بالله ده نيجاتيفك أمر مثلا بيد هذا
ilmaha yar ee quraanka aad u dhigisaa dad tidhaa qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani ereygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihiin ximaar culimaay nafs waayo waxay leeyihiin haddii lagu celceliyo caqlul baatin ku galaa bay dhahdeen caqlul baatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihiin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay dhahdeen tafaawulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tidhaahdo inaad adigu yara samayso tiraahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybiya waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa shan mirin halkaa u bax intaasaa ugu filan bay leeyihin inuu qaybo walidaalika xataa waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwan psychologiga markay ka warramayaan wax haddaad rabto bay dhahdeen waxaa laga yaabaa nafteennaynan weli baran wax haddaad rabto bay dhahdeen nafta inaad ka dhaadhicisa intaad cidla fadhiisato bay dhahdaan u sheeg adigu naftaadoo kor ugu dhawaaq bay dhahdaan ma awoodi karo inaan wax ma ihi faashil ma ihi faashil ha odhanin bay dhahdaan faashil ku qabanayaa bay dhahdaan waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya adaa dhe bay dhahdaan waayo waxay dhahaa caqliga bini aadamku haddii lagu yidhaaho matalan iminka bay dhahdeen faras madow ha ka fakerin maskaxdaadu marka ugu horreysa baa faraskii madow bay qabanaysaa bay dhahay dii imkaan ku yidhaha faras madow ha ka fakerin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنو استعماله ويا نفتا إنا دوشا نلش الصعوبات بي لاضي ودالي كرتا مشكلة باكاه ريمان كرتا وحاسي لكن واحد لوبا هي نتك دول بودو واحد لوبا هي طاقات كي كوكو كيت سنا إنا ديبو أديك ستو واحد لوبا هي إنا دي سديبين نلش أي سديبكا وقول ليتا waxa loo baahan yahay marka inaad tidhaahdo waan qaban karaa waa qaybi karaa sida awgeed nafta inaad dadku mashquulisaa baa loo baahay waxay yidhaahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicantay la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaasii horbooda oo kusii hor socda nin ku wada walidaalika baa waxay yidhaahdaan jawharadu bay yidhaahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad tidhaahdo daahiri biyo badan haddii lagu shubo aakhirka way daahiraysaa laakiin waxaa ka fudud bay yidhaahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaroo biya nuskoo baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaalay haddaad biyo ugu darto waa ta macnaheedu waxa la mida bay dhaahdaan dadka musbitiintii hadday kugu xeermaan un dad leh waxba lama qaban karo un haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihiin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwati fi lcaqiida waxaynu u baahannay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimkii ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaana wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenay lixdan sannadood haddii second kasta toban shay laguu sheegayo hal loo qaybiyey milyuun awooddii maskaxdaada ka mida baa la isticmaalay bay tilmaamaya adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacanta idii xidhantay un aanad ku dayin inaad kala bixiso yacni waxaad u baahan tahay inaad kala bixiso caaqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahan tahay daaqada alla ku siiyey subxaana wa tacaala inaad ka mahad celiso inaad ka mahad naqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahan tahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigta iyo waxaasoo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxayd u baahannahay alcawaamil almu'athara alkhaarijiya oo ah waxa nafta dhiirigeliya maalan haddii lagu yidhahdo halkaa afar saacadood istaag waa adagta afar saacadood saa magu taagnaa karaysa ciqaab bay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin haddii la yidhaahdo hargeysa maanta ninkii afar saacadood taagnaadaa $10 buu leeyahay
ادعي له هيدنا دارك جرت ما مالينس لا ماركه ايو 10 دولار باب موضه 10 كن دولار هدي لا شيغو افر ساعادود قروس لسره تاغنادو دبر يمالكو حنن دبوت جيجينيسا دن نلا شو عينك والله غي يابا مركه لنا وحبره عراق الباكريسا كاهر يمنيسو لكن وين جيران مؤثرات خارجيه ينكو ديري غلينيا دم مؤثر كوين باد قرنيسا جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين هذا يكون موقته جنة عركن يدل كمبلغ يوحنا دن كوين اد هليسو افر ي 10 ي 20 بتي تاغنو 10 ي 15 ي 10 بو اعتكاف راد قران حفظيده culamadan ku sheegayalay waxan baaday man xafid alquraan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsayeen wad gariibsanaysa xafid alquraan kada kada dabeytana waxa leena qof waliba wax buu qaybi kara da kastachuk cidaan la hadlaya maanta ma hadhalinyar way dhalinyaradu haday soo bilaabayaan fursad ay haystaan wa da'da ron ron isla waqtiga baa idan dhaafay war habeen idin kama tagin ninkaasi كونتري افرت شركه افر يو كونتون سنه جريبه لين با شيخ ليزر نقدي اذا عقلينا لو كسينا واد هيستا وحات كلا او باهنتي وحا ويهان وقتك ان تكفايديست وهي لدان هجمه الوقت ان هذا وقتك غويرر كو اهات وانو كا ضيع من هذه لاليسو وحات باهنتي مكان مناسب ان تهشيدات وحكو قيبته ما وحكو حفديدي وحاد وباهنتي بيدادن منتظمين النقطه قف نظام راعيين النقطه وحاد وباهنتي بيدها تكرار كاسي ترد بدن لين تسميسو وحرنتي ان شيغي كرنا مس اخري كرنا وح بدن وحنا ان كورميا انا وح خيال ما حج كم اذا حججك اي انتقي احد العلماء بان خيمه دي سكو سو بوقني niman dhalinyara baa la joogo fataawida ka fatoonayay markaas wuxuu dhin nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeytana markay quraanka qaybeen sunankiina way qaybeen imkana musnadu imaam ahmad afarta kuno xadiithu imaam ahmad ay hadana wadaan buu leeyana wa qaybayaan wana dhalinyaro iska caadiya wana la caadiya ku nool deenaga waan leeynu guba eegin waxa leeynay waxba lama baran karo waxa leeynay waxba lama qaybi karo waxa leeynay waxba lama noqon karo saadaraadeed bayn waxba noqon wayne لكن ما انت وحنا دلي ور وحبان نكون كرتا بخاري ويدن كجرا اي ولا سوق بان لا يهون بخاري كلمه با سو صارتي اسقو فديه جلسه اسحاق بن الراهوي احد ائمه الحديث شيوخ دي سكمدا اسقو جلسه دي سفديه ايم بو شيخ مالنتي و خيو يدي ما الله هلو لو مد ايدن كايدن كميدي تلو مو اوروري احاديث النبي كا صحدي كلمه ام با بخاري قب كتري sagow jalsada iska fadhiya ayun bu sheekhi si wuxuu dhii tala uma la helanin idinka idinka mid ah oo ururiya hadithta sahiha hadhihi kalima baan faaday imaam al-bukhari daba tanawuhu xidhxidhay inuu kitabka bukhari qoro laakiin bukhari inuu qoro juhdu ku bixiy habeenkii 20 jeer buu ku jiray mararka qaar kood habeenkii 20 jeer ay mararka qaar kood feenus ka shidan jiray امام الذهبي امام البرزالي محدثها امام المزني اي رقم محدثين تا ودا جوجينا ايام مالنا اركي ذهبيه وحقريه ذهبيات بو فرفعنا ذهبي وحو كهريه علم القراءات يا قرانك يا حفظك يا حقا سو كهريه دبيتنا امام البرزالي مبارك اسغو وحقريه مركا سويري خطك اغو فيعنا وخطك محدثين تا كلمه دا مبا قبتري با ليري امام الذهبي مركا سو دقاق علم الحديث والذهبي هو ابن حجر وعبي بيا الى وحفظي سيسي نين ام بايري ورفر في عانده فرتي اهل الحديث قاد لي ادي ام با لو يري فرتي اهل الحديث كو يا شي دبتنا يعني اري با لو شيغاي امام الذهبي دبتنا كدغاي انو نوقد امام الذهبي درس كان ما انت ان وداي مركاس وحان ربي ان ان دين شيغو علماء ديني تكتي dad khawariq al aada oo gaar oo tiina gaar oo meel gaar laga sameeyay inaan ahayn saynis yahannada iyo qoon yahannada maanta jooga dunida la leeyay cirkay wuxu daranaya halka ma ka baxeena inaanay dad gaar ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood u siiyay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay sameyn karaan
waxuu awoodi karaa nalkana arkaysaa ninkii bilaabay Watson sagaal iyo sagaashan jeer markuu ka bixiyey markunaadkiibuu u baxa tismacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa uu waday waa wadaa waa bixi weydaa uun waa ku soo noqdaa waa wadaa ألف مرة بكش ذي بين هذا مركونات كيبو إفية توي نجاولي في سنة إن الله بدأ دوري ده نبى جم إواي يونو إلا نقطين أنا كجمين بهاش أنا بحدا مو يعني ده بتنا مركو جم إواي يوم بيا آخر كي الله بدي بحدا دوري ده من وقت أول الله بدأ نقطين كلمة ده ربما ما أنت وحيت هاي برنامج كي هراء أي فورماتينغ اللي ديك سمعنا يا تعرفون لغة الكمبيوتر وقت غادي بانو ملاينيا شيء قال مركز دبلوم صحيه ولا فورمات قريب إلى هذا وحن ربعين مسكح دين أدب فورمات قريسان كف فورمات قريسان عجز جن إيه وهن يكن إيه وحب الله ما قبنا كرو تامل إلى قديك ويدت كي هرنا واندين كشيء كوا ما أنت جوجنا تصالحهم كبديين عن دين كسيو قار لما تنعش كو قيبي إيه قار صدم كو قيبي إيه قار بخاري يسحيحين كقيبي ورهددن هددن مثلاً لبدن إن أنا شقيه نكمل ده دكتور يحيى الغوثي ما يا دكتور يحيى اليحيى إن حفاد الوحيين هو ويب سايت كلا إيرانك عليه دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جنب الرجينين يحيى اليحيى وحلي برنامج صنن كلا قيبسية دقت يا قرآنك ما تقارن أنت لقو قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا ما الموضوع لقو قيبة بس labada bilood ee ardada iskuulada ka fasaxatay ayaa la isliiskareeyaa ardabu la iskareeyaa xarameenku keenaa labada bilood ayaa quraanka lagu qayba wa dawra li xifd al quraan lihdan asha meel la fadhiya shaqo kale la qabannin laga rabixin cunada uu la cuna loo ictikaafsay in quraankaas uu la akhriyo la kala dhageysto lihdan ka ashar ku qayba sunan ku dadka qaybsiya نظام قارو إسكليه والراعه أولا بخاري هي صحيح مسلم كو إنت إسكوا فقيم بصو أروريي كتاب قارو قري كتاب كسار دادا لو ديبا متفق الشيخان با لغيب سياه كدب أي أردك وحا لغيب سياه من فرد به الإمام البخاري وقاره وحي إمام البخاري وديري هاي محل إسكو اتفاق سيين كدب أيوه قيب سيا وحي إمام مسلم ومفرد لي هاي إيه أن كتيرين بخاري أنت أمرك قيب سيا ألفاظ ذي مختلف ويا مال قيب سيا كذب وحو الراعية سنن كلا سوق هذا أبي داود وحي أن بخاري مسلم كتيرين إيه وقار كلا يوم بالغض البناية أنت أصلا قيبة ترمدي وحي أن صدح دي كتابه هو كتيرين إيه وقار كلا يوم بالغض البناية رقم بصوص صار سنن كقيب سن إذا ما حد الله شباب كحفاظ ذا القرآن كهي يجوا حن لي بلا وباتين هذا القرآن كه إنسان كصعدة حديث كقيبة علوم الآلة قيبة كتاب دم بينك وآخرنا يا الله ينارك كتاب كآخر أنت هتك قيبة شبس أئمة المسلمين الدم ما أنتوا دعين كسيها هاي كتب تود اللاب تود كوسيتين إمام الشافعي قبل يسمع كوشيجي هكيلو هذا علمه وح قرطاس وقرن ما هبوده وح قلبي جاي كوسيده تو غزالي بقى اللي يبقى بري كتب صار هرطيو سقى وتاتوجي هالشيء مركز سيد نعمة كسيد ور كتاب بدو اللي قتاع عمري جاي جوي حيان قرية هالكي كتيرانة ورس عم كويل هذا كتاب لينه ما لنت أصوت الشدوي يري عدلات قليس وحيد ما هو قيبة تاتوج دم محوك قاضي كتاب كيسي لابتي سكو قيبة waxaan uga jeeda marka kelmadda tani waxa ay fura u ahayd inaynu soo saarno dhahabi iyo bukhari iyo muslim iyo shaafici iyo abu hanifi iyo malik waydan ka buuxaan haday culuum maadiya tahayna einstein iyo geyrkiiba waydan ku jiraan laakiin ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaha baad joogtaa iyo aad u afrikaan baa tahay iyo kan baa tahay iyo cajami baa tahay waxaas waa sheeko طاقد أن لك سيء إلهي وقم هدع علي سبحانه وتعالى اسكن الدين هذا ذيك سته رجع لكم كل اعتكاف سنة وحلا يدين كل لحدا عشان تجابني سامبا إلى قرآن كقبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.